إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أو إذن كما كتبت الأم مسكينة، متابعينا الكرام، الأم المسكينة فكتعيش العذاب عيشة بوحديتها، لا حنين لا رحيم، فما كاينش اللي يصرف لها، ما كاينش اللي غادي يحن فيها. متابعينا الكرام، بقاو معنا في هذا البث المباشر. متابعينا الكرام، بقاو معنا غنحاولوا ناخذ لكم السمات ديالها. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. هضر شويه بجهد اميتي. سلام. كتعيش غير بوحديتك؟ انا عايشه بوحدي. شنو هو المعاناه ديالك؟ ما عندي حتى حاجه، انا كنت عايشه بوحدي، راه انا كنشبك كل مره واكل، مره ما واكلش، كنت عايشه بوحدي. كنت تاكلي ما والو، ما كاينش ما كان ما كان ياكل، ما شافش هذه الطفله قال لي جبت لك شويه ديال الطحين باش عجنته. لا باش كبشي بعض الناس صار اللي حنا على قال والو هكا بوحدي. كاينش اللي كيعقل عليك؟ ما كاينش اللي كيعقل عليا. نعم، بغيت شي محسنين يتعاونوا معاك. يا انا بنت انا ما ناكل ما كنشرب، انا محنه في كلشي، انا محنه في كلشي. شكون شكون كيصرف عليك؟ كيصرف عليك واحد صافي كاع حد، انا ما عندي حتى حاجه، هاني لقيت ماك صافي على كاع حد، صافي كاع حد. انا مشيت بقى على الجزيره من يومين ثلاث ايام وانا بحال مو مش كطالبي ولا محسنين يعاونوني، انا بن الشعب، انا كرفصة وما حنا بكل شيء دو، انا ما عايشه، انا سكنه، الا هو لقيت ما شتكوش على خير، شتكوش شتو على خير. هات ما كنتش توجد تاني، جيت تاني سديت عليك، يا جاني سديت عليك تاني ما حال تاني كل كان بيت، انا ما نرجع في غرفه يطلع لها، كان بيت بيرك كتبتي بيرك لي، كان بيت بيرك، البيت بيرك يطلع لك النهار مره نص سكنه، لا في المعيشه لا في في الناس، انا بيتي حاجه حتى ما كنتش ولا عيني كنت ما دخلتش ولا غير عيشه بلا ضوء بلا والو، بلا ضوء بلا والو، ضوء غير الشمي عارها تشتيها هذا هو الشمعي اللي عندك. الشمعي قال لي عدي، مره نضوق بها مره ما نضوقش بها، كنعس مع المغرب، نعس مع المغرب صافي نخليها هذيك. دابا راه ليا ما جا السيمانه جات ثلاثه صافي، كان الله على قال الحال صافي، مره نشعل مره مشعل، كان نعرف مرحبتي كان نقلق غير كان بوحدي. يعني تحسي بالوحده موين؟ لا ما انت وحدي انا تو القلق والبرد، كيما حنا البرد واه كنشوف الحال، ما عندك الباب لا شرج لا والو، ها الحاله كتشوف هذا كل شيء كتشوفه. مازال راه سخن الحال كنت في هاد الليالي. نعم، كلمه اخيره. حنا كدب عليك ما حنا في المعيشة وفي الله يتعدهم لي يومين هذي ولا أنا باش حطيت الحال دابا راه محلا وكرصة وفي كل شيء، لا معيشة لا سكنة لا وناسة، ما عرفتش هادشي منين جاني. إذا باش كطالبي أمي أنت دابا؟ باش كطالبي دابا؟ واش كنطالب؟ كنطالب يعاونوني ويشوفو من حيالي، أنا مكرفتة.